Hello everybody, how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. It's a very, very important lesson for today. حقيقة درس اليوم في غاية الأهمية لأنه many people, العديد والكثير من الناس face, يواجهون هذه المشكلة وهي مشكلة اليوم. They can't understand, لا يستطيعون أن يفهموا الأجانب, American or British people, أو الناس اللي بيعيشوا في أمريكا لا يستطيعوا أن يفهموا الأمريكان, ما يسموا بالnative speakers, المتحدثين الفطريين, أي الذي لغتهم الأم هي اللغة الإنجليزية. هناك يعني سبب خفي يجهله الكثير من الناس, لأنه أغلب الناس most of the people, معظم الناس expect or think, يتوقعون أو يعتقدون أنه سبب عدم فهمهم للناس اللي بيتحدثوا أمامهم أنهم they speak fast, أنهم يتحدثون بسرعة. والحقيقة this is incorrect, هذا غير صحيح. It's true, صحيح أنه بعض الناس من طبيعتهم أن يكون عصبي أو سريع في التحدث, but not all of the people, ليس جميع الناس, not all the people, مش كل الناس بيتكلموا بسرعة زي ما أنت متوقع. يعني it's the same thing in Arabic, نفس الشيء في اللغة العربية. قد تسمع شخص يتحدث بسرعة وقد تسمع شخص يتحدث بشكل بطيء. It's the same thing, يعني شخص بيتكلم معك, يعني أنا نفس الكلام أستاذ مراد, أحيانا تجدني أتحدث أكون مزاجي يعني مش هقول عصبي ولكن منفعل. Hello everybody, today we have a very bo-, وأحيانا تجدني هادئ. Hello everybody, how are you? I hope you are fine, وأتكلم معك بنفس الشيء. This is not the point, مش هذه هي النقطة. النقطة التي أريد أن أوضحها لك, أن أريد أن أكسر لك وهم أن الأجانب يتكلموا ويتحدثوا بسرعة. طيب مستر مراد, what's the secret, ما هو السر, what is the secret, لماذا لا أستطيع أن أفهم هؤلاء الناس؟ الأفلام الأمريكية, أنا معي صديقي أمريكي, جاري أو مدرسي أو غيره. I can't, والله يا مستر مراد I can't. صحيح, let me explain to you, خليني أشرح لك وأوضح لك. 14 صوت أو نطق, 14 نقطة أنا وضحتها هنا ورقمتها 1, 2, 3, 4. إن شاء الله أضمن لك if you, لو أنت أتقنت ما سأشرحها اليوم ستتغير لديك العملية 180 درجة, سيصبح الوضع عندك very easy, جدا سهل, بل لديك فرصة, you have a chance, عندك فرصة أن تصلح أو تصحح نطقك ويصبح قريب للأمريكان والبريطانيين, ما يسموا native speakers, المتحدثين الفطريين اللي لهجتهم هي اللغة الأصلية. ركزوا معي, لماذا أنتم لا تفهمون الأجانب؟ لأن هناك دمج للكلام وليس سرعة. أعيد again, هناك دمج للكلام, يعني كل ما تدخل مع كلمة فأصبح ما يسمى contractions. Contractions يعني دمج الكلام واختصاره فأصبح مختصر ومدمج, أيضا تسمى abbreviations, الاختصارات أو الدمج. في اختصارات تستخدم فلا يعتقد البعض أن هذه الكلمة هي أصلها كذا وكذا, خليني أشرح لك إياها على أرض الواقع. عندك مثلا هذا الصوت number one, هذا الصوت العربي يقرأه is he مثلا married, is he a doctor, لما تسمعه أنت من الأجنبي هتسمعه is he married, فيقول البعض يعلم الله ما معنى is he, لأنه يتشكل صوت جديد كما لاحظتم. ركزوا أنه قال easy, فقد يقول واحد هذه مش كلمة easy اللي هي سهل, فيدخل في معاني كلمات وهي أصلا is he, is he married, is he tall, is she married, is she tall. فishy وisy أصوات عندما دمجت صدر صوت جديد يتوقع كثير من الناس أنها كلمة لا يعرفوا معناها. وأنا وجدت هذا الموضوع أمام عيني, in front of my eyes, أمام عيني, in front of me. كثير من الناس بيتكلموا مع أمريكان فبيسألوا
على أخوه ولا، فيقول له is he married؟ فالثاني مش مركز، فعندما أشرح له أنا أقول له هو يس، يقول لك is he married؟ ها أيوة أيوة yes he is married. فهنا النقاط اللي أنت you are in a need، أنت في حاجة أن تعرفها. ركز معي، ومش فقط أطلب منك اليوم إنك تعرف فقط هذا الصوت إنه is he هي أصل is he، is she هي أصل is she. No I want you to use it yourself، أريدك أن تستخدمها أنت بنفسك عشان تصبح مثلهم، مش أنت في لغة وهم في لغة فلن تلتقون أبدا. You get my point. Do you get my point؟ وصلت لك نقطتي؟ Good. That sounds good. يبدو ذلك جيدا. Let's go to point number two. انتقل إلى النقطة الثانية. بس قبل ما ها خلينا في النقطة الأولى، من الآن وصاعدا. From now on. From now on معناتها من الآن وصاعدا. وين كلمة صاعدا؟ هي كذا from now on. افهمها كذا يا أخي، لا تكون يعني متشدد. هي كذا from now on، من الآن وما فوق يعني، وصاعدا. أنت عندما تسأل تسأل بهذا الشكل، يعني توقف أن تقول is he your brother. No no no. Is he your brother? Is he your brother? Is he أردت أن تقول هل هي أختك؟ Is she is she your sister؟ لو ركزت هل هناك سرعة؟ ما في سرعة، لا يوجد سرعة. الذي يقول هناك سرعة نو. تحب أغنيها لك؟ بغنيها لك. إيزي إيزي إيشي إيشي أغنيها؟ ما في شغل تذكر على بالي بهذا، ولكن هي ليست سرعة. شل وهم السرعة، الله يرضى عليك. أنت ابتكرت الفكرة هذه وتوقعتها، أخبرتك yes that's right. هناك بعض الناس المتعصبين فتجده يسألك is your brother بسرعة، لكن أنا ما بتكلم على هؤلاء الناس. In general بشكل عام الموضوع normal طبيعي. Is he your brother? Is he your brother؟ واحدة ممكن تسألك على أختك. Is he your sister؟ طبيعي بدون سرعة. الصوت الثاني أنت تقرأها R وترن الR عندك رن، صح؟ أنا عارف نحن نعطي كل حرف حقه. هنا أرجوك بالذات بالآر لا تعطي كل حرف حقه، لا تعطي حقه، اهضمه ثلثي حقه. فقل are you are you وليست are you are you are you are you married are you from America are you American are you hungry are you thirsty is it your ticket. واحدة حصلت تذكرة فتحب أن تسألك هل هي تعود على التذكرة، هل هي تذكرتك؟ excuse me is it your ticket is it واحد بيسألك على الامتحان is it easy or difficult is it دمجت contractions ها صح صح معايا، الله ينور عليك. الصوت الثالث من أشهر الأصوات واللي تقريبا كثير من الناس بيسمعوها، البعض يعرف والبعض يعرف. بدل ما تقول I want to هم يقولون I wanna go. واحد يقول أنا أيوة بستخدمها، لا خذ بالك البعض يستخدمها يقول I wanna to، لا 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 لا، هي I wanna اختصار لتو أيضا، لا تضع لتو. أسمع كثير من الناس يعني بيستخدمها وما شاء الله عامل نفسه إنه فاهم الموضوع فيقول I wanna to go، لا 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 لا، لا. أنت خبطت الدنيا كذا. I wanna go، I wanna say something أريد أن أقول شيئا ما، I wanna tell you أريد أن أخبرك. أوكي حتى في الأسئلة مش في الجملة فقط، يعني حدهم يقول do you wanna something do you wanna anything do you wanna يعني do you want. سيد مراد ما فيهاش سرعة، أغنية do you wanna I wanna ما فيهاش سرعة. شلي الوهمة وهم السرعة إنهم معصبين، كل الشعب الأمريكي والبريطاني معصب وبيتكلم بسرعة. No that's wrong، خطأ. أيضا نفس القصة I am going to لي I'm gonna say. أو يسأل أحيانا واحد السؤال What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? واحد يقول لو تجيبها طيب بسرعة هذه بسرعة What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do? What are you gonna do? شوف هذه السرعة، بس أنا ما بتكلم بسرعة. What are you gonna do tomorrow? أتمنى أكون أقنعتك إن العملية مش سرعة. I hope. Okay. لأنه حاسس إن البعض يقول لا فيها سرعة. ها؟ عرفت السرعة؟ What are you gonna do tomorrow? What are you gonna do tomorrow? هذا سرعة. لكن ببطء What are you gonna
What are you gonna do tomorrow? ماذا سوف تعمل غدا? Where are you gonna go? أين سوف تذهب? Who's she gonna meet? من هي سوف تقابل? What are they gonna play? ماذا هم سوف يلعبون? Are you gonna سؤال مباشر. Are you gonna meet her? Are you gonna meet her? هل سوف تقابلها? Yes, I'm gonna meet her tomorrow morning. نعم سأقابلها صباح الغد. ركز على النطق يا جماعة وحاول تفرق. Make a difference. Differentiate. فرق لي ميز لي ما بين نطقك ونطقهم وحل مشكلة أو وهم إنهم بيتكلموا بسرعة وحاول تمشي معهم بنفس الخط. عندك number four. Number four اللي هو تبع الماضي. أنت تقول did you وهم يقولون did في جيم خفيف شين خفيفة يسموها did you go. لذلك أحيانا البعض لا يفهم ماذا يقول اللي أمامه. Did you go to school? Did you go to school? Did you go to school yesterday? Did you call her? Did you call her? هل اتصلت بها? No, I didn't. I didn't call her. Okay? لازم تركز على النطق. Did you? أيضا في السؤال قد يسألك أحدهم. So where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where did you? مش where did you? لا. Did مع اليو. Where did you? ها وضحت? Where did you go yesterday? الصوت الخامس عندنا اللي هو انت بتسمعه Does he live in London? صح؟ هو يقول Does he? ها الصوت هذا مع هذا ايش اصبح؟ Does مع he ايش اصبح؟ ها انا سامعك Does he? فلا تقول الله يعلم ايش معنى كلمة Does he وتروح تسأل مدرس ولا تبحث عليها. ليس لها معنى Does he. هذه ليس لها معنى. هي كلمتين ادمجت فأصبح صوتهما غريب بالنسبة لك. Does he? مش سرعة؟ أها مش سرعة. Does he live in London? Does he live in London? قولها بسرعة أستاذ مراد. Does he live in London? Does he live in London? هذه السرعة. لكن الطبيعي Does he live in London? Yes. Where does he live? Where does he live? أين يعيش? He lives in London. Does she? Does she understand me? Does she understand me? هل هي تفهمني? What does she do? What does she do? ماذا هي تعمل? What does she do? Okay. الصوت السادس. أنت تقول I have. هم متعودين يختصروها I've got. واحد يقول يا أخي بيأكل الكلام أكل. يا أخي خليك من الشيء اللي بيعقدك. أنت لا تقول I have. وقل I've got. بس بدل ما تقول I have a car. قل I've got a car. أغنيها I've got a car. I've got a problem. عندي مشكلة. بدل ما تقول I have a problem. I've got a problem. وخلص نفسك. أنت إذا اتبعت الأصوات هذه اللي أكلمك عليها من الآن تقول Is he? Are you? I wanna? I'm gonna? Is it? Did you? Does he? I've got. هتشوف فيه فرق في لغتك. صدقني. Believe Mr. Murad. صدق الأستاذ مراد and you will find out. وهتكتشف بنفسك. She's got a big problem. عندها مشكلة كبيرة. أستاذ أنا كيف أفرق ما بين هذه إنها she is ولا she has؟ هذه اختصار لإيش؟ هذه اختصار لي has. طيب وأنا كيف أفرق بينها وبين ال is؟ ما دام وجدت got أيوة فهي هذه has. خلاص. طيب مش ممكن تيجي ال got بعد ال is؟ No way مستحيل. فهذه she's got يعني خلاص أول ما تجد ال got فهي أصل هذه ال is هي has. يعني she has got. She's got. Okay. إذا أردت أن تقول أختي لديها ثلاثة أطفال فتقول She's got three brother, three children. ثلاثة أطفال ثلاثة أخوان. She's got. Okay. الصوت السابع. عندنا جميعنا نعرف أن do مع not تختصر don't. الأجانب عجبهم كمان يختصروها أكثر. فبدل ما تقول I don't يقول I don't. أستاذ مراد وضحها. I don't. التي حتى لا ينطق في الأخير هذا. I don't. يعني إذا قلت له مثلا أين جون؟ Where is John? I don't know. لا أعرف. I don't know. I don't. كذلك she doesn't. التي أيضا لا ينطق في الأخير. She doesn't. طيب أستاذ مراد أكلوا الكلام. كل معاهم. بالعافية عليكم كلكم. كل معاهم يا أخي كل.
انت بتتكلم نفس لغتهم وحاب انه الاخرين يجدوا ان الاكسنت تبعك جيد ونطقك جيد وقريب منهم ولن تستغرب ان شاء الله منهم. ف I don't understand you. انا مش فاهمك. I don't understand you. Excuse me. I don't get it. يعني انا ما فهمتك. I don't study here. I don't work here. انا لا اعمل هنا. انا لا ادرس هنا. She doesn't. He doesn't. He doesn't work here. هو لا يعيش هنا. He doesn't play football. هو لا يلعب. He doesn't. تعود عليها. الصوت الثامن. الصوت الثامن. سنجد انه في الصوت الثامن هذه مثلا من الكلمات اللي بينطقها البعض او الكثير بشكل خاطئ. هنا تقول a lot of الكثير من وليست of. هذه لا تنطق of. الاوف اللي تاتي دبل اف او اف اف. لكن هذه a lot of people in America and United States. الكثير من امريكا الناس في امريكا والولايات المتحده. ما هي امريكا والولايات المتحده؟ احيانا واحد بيفوت a lot of people. a lot of people. اوكي a lot of. لا تقول a lot of. a lot of هذا عربي. حاب تبقى على العربي زي ما تحب. ايضا الار هنا مخففه. father وليست father. father. my mother my sister مش sister مش brother. ها مش water. هناك اكثر من نطق على حسب اللكنات اللي في امريكا وبريطانيا. البعض ينطقها water والبعض ينطقها water. الامريكان يفتحوا اكثر يخففوها. طبعا الار يكاد لا ينطق في 99% من كلمات اللغه الانجليزيه عندما ياتي في الاخير. ف brother sister mother مش mother sister father. اوكي بليز a lot of father water. الصوت التاسع انت تقول I will. صح انا سوف. هم يقولون I'll call you. I'll visit you. I'll play with her. سوف ألعب معها. فأنت من الآن from now on من الآن وصاعد توقف يا أخي أن تقول I will. قل I'll. أنت خسران حاجة. Please أرجوك يعني أنت خسران حاجة. بدل ما تقول I will قل I'll. بدل ما تقول is he قل is he. Are you. I wanna. I'm gonna. Did you. Does he. I've got. I don't. A lot of father. I'll. يا أخي ريح نفسك. ريح نفسك وريحني معاك. أوكي أيضا أنت تقول I will not go. سوف لن أذهب. هم يقولون I won't go. يا سيد مراد want هذه مش نفس نطق want اللي هو يريد. صحيح. طب كيف أفرق بينهم؟ هذه بعدها to وهذه لا يوجد بعدها to. هذه يأتي الفعل مباشرة عشان بس أريحك. فأنت تقول هنا I won't go يعني سوف لن أذهب. خلاص أنت تتعود عليها. believe me يعني. فtake it easy يا عزيزي. خذ المسألة ببساطة يا عزيزي. take it easy يا عزيزي. take it easy. okay. طيب I want. في الصوت العاشر was he هو بيسألك was he هل كان هو معك. was he with you. Was he with you yesterday? بتسألك على الطفل أو على الشخص الفلاني. Was he. هم يقولون was he. مش تقول يعلم الله إيش معنى was he. لا هي دمج لكلمة was he فتصبح was he your brother. Was he with you. عفوا هل كان هو معك. Was she أيضا was she upset. هل كانت زعلانة. Was she upset. ايضا الوير واليو ولا الوير وير ذي. وير ذي ليت. هل كانوا متاخرين. وير ذي ليت. وير ذي ليت. وير يو ليت. وير يو ابسيت. هل كنت زعلان. هل كنت متاخر. الصوت الثالث عشر وهو كان. انت تقراها اي كان. هو يقراها اي كان. هناك فرق يا عزيزي. there is a difference. انت تقول اي كان. هو يقول اي كان. تقول لو ماذا تستطيع أن تعمل. I can read. I can write. I can speak English. I can. وليست I can. فأنت توقف يا أخي أن تقول I can. قل I can. صلح نطقك مع مراد. Believe me it's a good chance. فرصة حلوة. الصوت الأخير أو عندنا هنا عفوا
عندنا 11 هنا قفزنا على 13. I'll call her. هنا أيضا عندك الضمائر مثل her و him، هم لا ينطقوها كما يعني تتوقع أنت. أنت تقول I will call her، هم يقولون I'll call her. يا أخي ركز، شوف الفرق ما بين لغتك ولغتهم. أنت تقول I will call her، هم يقولون I'll call her، I'll call her. أنت تقول I will، أنا سوف call him، وهو يقول I'll call him، I'll call him. مش سرعة؟ لا 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 لا، هو اختصر I will إلى I'll كما قلنا في رقم 9. ويعني ال H في her و him لا ينطقها، فيقول call her، call her. وال H في him يأكلها أيضا، give him، give him، I'll give him، I'll give him the message. المعذرة. I'll call her، I'll give him. أنت عود أن تقول نفس الكلام. أردت أن تقول لأحدهم هل رأيته أمس؟ يعني على الرجل، كيف تقولها؟ أعطيك فرصة بالمختصر، مش بأسلوبك Did you see him؟ لا، Did you see him؟ مش سرعة. Did you see him؟ فيش أي سرعة. Did you call her؟ هل اتصلت بها؟ Did you find it؟ Did you find it؟ Find it؟ Find it؟ أصبحت find it، find it. عشان كده أنا حاب أن أنتقل معاك من المستوى إلى المستوى. You get my point؟ وصلت لك نقطتي؟ Did you call her؟ Did you kill him؟ هل قتلته؟ Did you give him؟ هل أعطيته؟ وعلى هذا الحال. Number 12، أيضا عندك كلمة where، البعض ينطقها تماما. Where are you from؟ يا عيني عليك. Where are you from؟ Where are you from؟ شوف نطقك العربي. Where are you from؟ الآر بيرن، سامعين الرنة؟ Where are you from؟ الآر حتى في from، وهي نطقها from. ها تدرب. Where are you from؟ أين الأطفال؟ Where are the children؟ Where are، وليست where are. Where are the children؟ They are in the park. بدل they are، they are، they are، they are in the park، they are in the park، هم في الحديقة. وآخر صوت عندنا whose، تعود أنك توقف عن استخدام who is he، من هو، who is she. خلاص المفروض أنك أنت الآن go up، اطلع فوق. فوق فين؟ فوق هناك. Who's that؟ Who are you؟ Who are you؟ مش Who are you؟ Who are you؟ Who are you؟ صدقني، believe me، if you practice، لو دربت على هذه الأصوات 14 وأتقنتها، you will be perfect، هتكون رائع. That's a promise، صدقني وعد. يعني أنا دربت طلاب كثير وكان الفرق يعني unbelievable، لا يصدق. إذا كنت جديد في قناتي، ادخل أسفل القناة واضغط تعلم إنجليزي مع مراد، واشترك في القناة عبر السبسكرايب، وادخل على قوائم التشغيل في قناتي، وابدأ بالمستوى الأول أو الثاني أو الثالث حسب ما يتناسب معك. إذا أردت فيديوهات مثل هذه الفيديوهات انشروها، فيزداد عدد مشاهداتها، فأعرف أنكم أعجبتم في مثل هذه المقاطع، فأقوم بإنزال تمرينات تقويكم أكثر. أنا عارف أنه درس واحد قد يكون يعني لا يكفي، is not enough، but I'll do my best، سأعمل كل ما بوسعي to help you، لأساعدكم. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murad talking to you. Good luck. حظا موفقا and see you soon. Goodbye.